أكد عضو المجلس السيادي حسن شيخ إدريس دعمه لقضايا العلم والتعليم، مؤكدا أهمية تهيئة المناخ الملائم للمعلم، معتبرا قضية التعليم من أولويات الحكومة الانتقالية. وأشار لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية الذي نظمته منظمة متاع للتنمية المستدامة بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بالتعاون مع المنظمة الطلابية لمحو الأمية والمنظمة العالمية للأسرة والطفل، والذي يأتي تحت شعار إتاحة العلوم أمام الجميع. أشار إلى ضرورة السلام الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية، مشيدا بمبادرة المنظمة والاحتفال بيوم العلم. جعلت الوثيقة الدستورية السلام أولوية الأولويات، وحددت له سقفا وزمنا لإنجازه. نسأل الله أن يوفقنا في ذلك، فقد بدأت مفاوضات السلام ونرجو أن تستمر وأن تصل إلى أهدافها ومراميها. السلام شأن عام، السلام يجب أن يكون من اهتمامات شعب السودان بأكمله. هذه الفعالية فعالية مقدرة وتستحق التقدير. من جانبه أوضح ممثل وزارة التربية والتعليم الاتحادية محمد حماد الأمين أن الاحتفال باليوم العالمي للعلم تقليد درجت عليه المنظمة العالمية في 10 نوفمبر من كل عام، ومن أهدافه ربط العلم بالمجتمع والتأكيد على دور العلماء. ودعا المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لجعل يوم الاحتفال نقطة انطلاق لنشر التوعية الخاصة بالعلم وأهدافه، وصولا إلى تعزيز الوعي العام بدور العلم في المجتمعات. من أبرز أهداف الاحتفال بهذه المناسبة ربط العلم بنحو أوثق مع المجتمع، وإلى ضمان اطلاع المواطنين على التطورات في مجال العلم. ونحن في وزارة التربية والتعليم الاتحادية ندعو جميع المسؤولين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وقطاع الأعلام الرسمي والشعبي والخاص والمواطنين بشكل أعم لجعل هذا اليوم نقطة انطلاق لأنشطة التوعية الخاصة فيما يتصل بموضوع اليوم وأهدافه.